مساء الخير عليكم. بالنسبة لمشاركتي في مسابقات أفريكا ميوزيك وورد، هذه كانت لي حلم وفرحتني بزاف، وجاني بحال الاختبار. يعني إن شاء الله نتمنى من الجمهور كله المغربي والعربي يساندني ونحقق بعض شيء من الحلم ديالي، لأن الحلم ديالي هو أن الأغنية الشعبية تصل إلى العالمية، علاش لا؟ وإن شاء الله إلى ربي بغى والجمهور ساندني بقوة وفزت في هذه المسابقة دي شمال إفريقيا بأحسن مطربة إفريقية، لما لا إن شاء الله من المغرب تمشي لإفريقيا تمشي للعالم العربي إن شاء الله. هذا هو الحلم ديالي كنت منه. بالنسبة لي الجوائز كتخليك تحسي بحال راه تقدروك، كيشرفوك، يعني كتشريف. تصفيقات الجمهور، قبل ما نعطيني ساكي كانت أغنية غاري غاري نتايا وعر وعر، الحمد لله عندي ريبرتوار شعبي. أعطيني ساكي كانت فتحت باب لأنه شوية كان عليها كان عليها الضغط والرأي العام وكلام انتقادات وكذا وكذا. سمعتي الدولية؟ أعطيني ساكي فنيا خطيرة. شنو هي نجحات إعلاميا؟ بالطبع نجحات، فتحت الباب، لكن شدي ولدك عليا تبارك الله نجحت بواحد القوة خارقة. الأغنية ديال صنطيحة واخا حتى هي لقات انتقادات، الحمد لله الميساج اللي نويتو يوصل الحمد لله وصل، لا واحد لا مليون الحمد لله. يعني كان كيبان لي أن الإنسان إلى الفنان اجتهد الحمد لله غادي يوصل الهدف ديالو. انتقادات بالعكس إلى فيها شي حاجة اللي هي إيجابية نتعلم منها، علاش لا؟ كنشوف بالانتقادات كنشوف أشنو ناقصني، الا مثلا هاد الانسان شاف فيه حاجه انا ما شفتهاش، لان الجمهور ديالي هو المراه ديالي. يعني انا كنتقبل انتقادات بصدر رحيم عادي. لا هي ماشي باديغارد، لا انا ماشي على الاتيكيت او لا كلاس، لا كاين مسائل اللي ضروري يكون فيها التعاون. انا ما كنضرش اليوم كانهم بوديغارد، لا مثلا ضروري انك ملي تمشي للسهره ضروري يكون واحد الكم من الناس باش هذاك اللي معاك ينظموا، مثلا اللي بغى يتصور او كان مثلا وقع شي مشكل وسط الجمهور كتلقاي لي سيكوريزيك فقط. يعني ماشي كنخرج بهم بشكل يومي، لا بالعكس. انا غير كان اللي ما كنستغناش عليه هو الشيفور طبعا. في السهرات ضروري يكون لي بوديغارد ضروري. تجديد فقط، بغيت غير تجديد والجمهور دائما يشوف ان راه واخا فنانه شعبيه او كنغني الراي ممكن يكون يولك يتغير من وقت لوقت، علاش لا؟ بعيده بعد كل الخلافات، يعني ما بالعكس ما هذاك الباب ما كنفتحوش كاع. بالعكس انا معقوله اكثر شيء. الفنان نعمة الحلو كيبقى فنان في ستيل ديالو في اغاني ديالو، لو كان فنان في جينيراسيون ديالي نقدر نتقبل منه الانتقاد، ولكن هو كيغني واحد النوعيه من الغناء وانا كنغني نوعيه ثانيه، اذا ما انتقاد ديالو يحتفظ به نفسه. علاقتي بعائلتي ما كنتفرقش معهم، يعني علاقه وطيده، يعني ما كنقدرش نتفرق مع العائله ديالي، وانا جمعويه كنبغي الجمعه ما كنبغيش نلقى بوحدي. الله يحفظها ليا ويخليها ليا بركه يا ربي، والله لا يحرم شي مسلم من الام ديالو او الاب ديالو، الله يخطينا والدي. زينه داودي ما كنناقش انا كاسم فني، ما كنطرقش الماديات لان نقدر نشتغل فابور عند الناس اللي كيحلموا انني نشتغل معهم. زينه داودي كتشتغل مع اللي عنده واللي ما عندوش، يعني طبقه لتحت طبقه الوسط طبقه الفوق عادي ما عنديش اشكال، يعني ما كنشوفش الماديات قد ما كنشوف لو بليزير ديالي وديال الناس. كنقول ان الخير لا يقال، واللي بغى يدير شي حاجه خصو يديرها بستره، لان الله سبحانه وتعالى قال حتى الا بغيتي تصدق صدقه اليمين لا ترى الشمال والشمال لا ترى اليد، يعني ايدك ما خصهاش تشوف ايدك، يعني كيف يعقل غديري الخير وتقولي انا نبغي نكون سالي.
لانها قاسات وطيبه وفي الاخر كانت لها نتيجه طيبه، يعني ما ضاعش الحق ديالها. بالعكس الحفله ديالي لقات اقبال كبير والحمد لله حققنا سكسي في الجمهور، يعني تبارك الله ملي تمينا خارجين قالوا اننا حطمنا الروكور وهذا كيشرف، ودازت في اجواء عاليه ودازت في لاتيلي. اذا كيفاش كنا شكون اللي كيقول هذه الهضره اصلا؟ صحافه. هذه الصحافه انا كنظن ما كانتش اصلا في ما كانتش معنا اصلا، لان انا كنشوف ان بزاف ديال الصحافه كيكتبوا بلا ضمير، غير باغي غير يكتب. بعض المرات ما كيكونش سامع وما تيكونش عارف وما كيكونش مأكد وكيكتب عادي. انا كنحترم الصحفي اللي كيكتب بضمير. لا ماشي اسمحي لي، زعما ماشي ضحكت، ماشي لا ايمان عزيز عليا بزاف، ولكن ما نقدرش يعني كيفاش منافسه فاش من هي كت يعني تبارك الله كترقص وكدير جو ديالها. انا كنعزف ما كنشطحش. تحيه لك اختي ايمان، كنموت عليك ولكن انا ما كنرقصش. جمهوري الحبيب، مهما قلت لكم مهما عبرت لكم ما غنوفيكمش حبكم. نتمنى دائما نكون عند حسن ظنكم. سوبر.